السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات الصف السادس الإعدادي. اليوم سوف نتناول نص جديد بعنوان آيات العلم، وهو عبارة عن نص شعري للشاعر الهراوي. أول حاجة هناخد مع بعض التعريف بالشاعر. هو الشاعر الهراوي، وهو شاعر مصري معاصر، ولد بمحافظة الشرقية عام 1885 ميلاديا. لأن هو عصر الشاعرين الكبيرين أحمد شوقي وحافظ إبراهيم، ويرى بعض النقاد أنه الرائد الحقيقي لمسرح الطفل في الوطن العربي. من أعماله كتاب في الشعر التعليمي بعنوان سمير الأطفال، وله عدد من التمثيليات الشعرية للأطفال، منها الذئب والغنم، بائع الفطير، حلم الطفل، ليلة العيد، وتوفي عام 1939. يقول الشاعر محمد الهراوي: ربوا بنيكم علموهم، هذبوا فتياتكم، فالعلم خير قوام، والعلم مال المعدمين إذا هم خرجوا إلى الدنيا بغير حطام. طب نقول تاني كده: ربوا بنيكم علموهم، هذبوا فتياتكم، فالعلم خير قوام، والعلم مال المعدمين إذا هم خرجوا إلى الدنيا بغير حطام. طب تعالوا كده نعرف مع بعض معاني الكلمات. أول حاجة لما أقول ربوا بنيكم، ربوا يعني أدبوا ونشئوا وهذبوا، بنيكم يعني أبناءكم والمفرد ابنكم، هذبوا يعني أدبوا وربوا تربية صالحة، فتياتكم يعني بناتكم والمفرد فتاتكم، خير يعني أفضل وأحسن والمضاد شر والجمع خيار وأخيار وخيور، قوام يعني مستقيم والمراد أساس وعماد، مال ما يمتلكه الفرد والمراد ثروة والجمع أموال، المعدمين يعني الفقراء والمضاد الأغنياء والأثرياء ومفردها المعدم، الدنيا اللي هي الحياة والمذكر الأدنى ومضادها الآخرة والجمع الدنا، حطام ما يتقصر من الشيء والمراد متاع أو مال. تعالوا كده مع بعض نبدأ إن احنا نشرح البيت الأول. هنلاقي إن الشاعر بيطلب من الآباء أن يحسنوا تربية وتعليم أبنائهم وبناتهم، وأن يهذبوا أخلاقهم، وأن ينشئوهم على حب العلم والسعي والاجتهاد في طلبه، لأنه خير أساس لبناء الإنسان وتقدم الأمة. يبقى دلوقتي هنلاقي إن الشاعر بيطلب من الآباء إن هم يحسنوا تربية وتعليم أبنائهم وبناتهم، يبقى لازم إن هم زي ما هيربوا الولد هيربوا البنت، وزي ما هيعلموا الولد هيعلموا البنت، ويهذبوا أخلاقهم، لازم تبقى أخلاقهم أخلاق إيه؟ حسنة. وأن ينشئوهم على حب العلم، لازم يبقى عندهم حب العلم ده موجود عندهم في داخلهم، والسعي والاجتهاد في طلبه، لأنه خير أساس لبناء الإنسان وتقدم الأمة. يبقى العلم ده هو أصل بناء الإنسان، هو ده الأساس اللي هيبنى عليه الإنسان. الإنسان اللي عنده علم هو ده فعلا الإنسان اللي هيكون إنسان صحيح، هو ده يكون سبب في تقدم إيه؟ الأمة. بالنسبة للبيت الثاني هنلاقي إن الشاعر بيبين أن العلم هو الثروة الحقيقية لكل فقير ليس لديه مال أو متاع، وبه يصل الفقراء إلى طموحاتهم وأمانيهم. يبقى هنا هنلاقي إن الشاعر بيبين لنا في البيت الثاني إن العلم ده هو الثروة الحقيقية، يعني الإنسان اللي بيبحث على المال أو الإنسان اللي بيبحث على الثروة هو العلم ده الثروة الحقيقية، ولا مال ولا إيه ولا ثروة اللي هي الإيه الأموال دي. لكل فقير ليس لديه مال أو متاع، الإنسان الفقير المعدم هو ده اللي هيعتمد على العلم عشان يقدر هو يكسب إيه؟ رزقه، وبه يصل الفقراء إلى طموحاتهم وأمانيهم، يقدر هو يحقق طموحاته ويحقق أمنياته عن طريق هذا إيه؟ هذا العلم. هنبدأ ناخد بقى مع بعض مواطن الجمال بتاعت البيت الأول. عندنا ربوا بنيكم علموهم هذبوا فتياتكم، دي كلها أساليب أمر غرضها النصح والإرشاد. طيب عندنا كلمة ربوا وبعدين كلمة علموهم، التقديم هنا هو بتاع ربوا على علموهم بيؤكد أهمية التربية في الوصول إلى العلم الصحيح.
بنيكم وفتياتكم، طبعا بينهم ايه تضاد بيوضح المعنى ويؤكده، ربوا وهذبوا بينهم ايه ترادف يؤكد المعنى. فالعلم خير قوام هنا تصوير للعلم بالاساس الذي يقام عليه البناء، ويتعتبر دي التعليل لما قبلها. طيب بالنسبه للبيت الثاني عندنا العلم مال المعدمين، ده شبه العلم بالمال دلاله على قيمته واهميته في الحياه. طبعا عندنا كلمه مال والمعدمين بينهما تضاد بيوضح المعنى ويؤكده. عندنا خرجوا الى الدنيا بغير حطام، هلين ده تعبير بيدل على فقرهم المادي وغناهم بايه بالعلم. جه دلوقتي معادنا مع سؤال المتفوقين، وبيقول ماذا يمثل العلم للمعدمين والضعفاء؟ نقول السؤال تاني، ماذا يمثل العلم للمعدمين والضعفاء؟ طبعا هنفكر في إجابة السؤال دوت وهيتم مناقشته إن شاء الله أثناء الحصة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.